اسمع اني يا ليش، يعني انا بحبك عبد الرحمن جنبي اهو، واعمل لك اغنيه انت جاي. بس انا بس كان عنده فرق حركه، يعني كان على طول بيبقى بيجري كتير بيلعب كتير الكلام ده. بعد وفاة دادا الليسي الكل فعلا زعلان عليه، الكل بيبحث عن الطفل دوا اللي يعرفه واللي ما يعرفهوش. أصبح دادا مشهور جدا مش في مصر بس، في مصر والوطن العربي الكل أصبح حزين عليه وشارك والده ووالدته حزنهم عليه. ولغاية النهاردة ما زال البحث مستمر حول الطفل دادا، الطفل اللي كان بيحب اللي ما يعرفوش قبل اللي يعرفه، اللي كان بيضحي بأي قرش معاه ويوكل الفقراء والغلابة. حتى الحيوانات كان عطوف جدا على الحيوانات، كل أكله كان بيديله القطط والكلاب. علشان كده كل ده النهاردة اتسبب ان كل الناس ترحم عليه. النهاردة معانا في الفيديو والده هيحكي بعض اللحظات في حياة دادا، كمان جدته بعد اتهام جدته لوالده ان هي عذبته وده بسبب خلافات مع والدته. طبعا ده كلام لا يصدق، احنا قلنا الكلام ده الفيديو اللي فات. احنا بنتكلم ان الاخبار دي انتشرت على السوشيال ميديا، ولكن مش معنى كده انها صحيحه. احنا بننزل لكم كل الاخبار جامد، ده حاجه كبيره قوي راحت مننا، وكل اللي بيتقال ده غلط. دي بتعذب، اعذب مين؟ ده بيقول لك اعذب الولد، ولد الولد اعذب ابني؟ ده ابني، ده ابني اخر العنقود ده، واول حفيد انت، واول حفيد ليا. ازاي اعذب؟ اعذب يعني ايه اعذب؟ ايه الكلمه دي؟ انا نفسي يجيبوا لي اللي قال الكلمه دي، يجيبوه وقفوه قدامي. هما كانوا معايا وانا بعذبه؟ يعني هما كانوا معايا؟ مفيش اي دليل. هبل وعبط في الكلام، مش عايزين عشان احنا اللي فينا مكفينا. ولكن بالعقل والمنطق كده الولد كان بيحب جدته جدا، علشان كده دايما كان بيحب انه يكون عندها، كان بيروح يشوف اخواته وبيرجع بسرعه ليها، علشان كده واضح جدا ان هي كانت بتحبه. فمش عايزين ان احنا ننقل اتهامات جزافا، احنا بنقول لكم بس على الاخبار اللي بتنزل على السوشيال ميديا. المهم جدة دادا حلمت بيه، وكمان السواق الخاص حلم بدادا. يا ترى شافوا ايه في الحلم ده؟ ده اللي هنشوفه مع بعض النهارده في حلقتنا. كمان اسماعيل الليسي هيقيم اكبر مائدة رحمن في رمضان ان شاء الله على روح دادا. ودلوقتي كمان وزع مصاحف وفلوس ووجبات حوالي 3000 وجبة على روح دادا. مش هو بس، كمان الست عزيزة جارتهم واللي كان بيحبها دادا جدا. الست المحترمة دي عندها مطعم وتبرعت ب5000 وجبة للفقراء على روح دادا. سبحان الله، كان بيعمل خير في وفاته حتى بعد ما مات. اتسبب في وجود خير كتير لناس كتير وتعمل له أكتر من عمر. مش بس كده، كمان في ناس كلمت والدته وطلبوا من والدته من إسماعيل الليسي إن هم يعملوا عمرة ومرضوش يقولوا اسمهم. يعني كمان هيتسبب والدته ووالده ان هم يسافروا. سبحان الله، الخير كان في الولد ده في حياته وبعد ما مات. كمان هنشوف النهارده كمان اهم اللقطات اللي كان دايما دادا بيحب يصورها. هسيبكم تتابعوا معايا الفيديو وهرجع ليكم في الاخر علشان نقول ربنا يرحمه، ولو ان الرحمه ما تجوزش على الاطفال، وده لان الاطفال اصلا بيكون مرفوع عنهم الالم، يعني بيدخلوا ان شاء الله الجنه فورا، وبيكونوا كمان شفعاء لابوهم وامهم بعد الممات. نعم وبطاقة تصوير اخواتي الصغيرين بيقعدوا طول الليل يقعدوا يصوتوا، قسما بالله اخته كل شويه تقوم من النوم مفوته. كل مره يعني اخته واحنا جايين في السكه عماد ولا ما تيجي يا ماما روح، طب احنا رايحين بتقول لها رايحين مشوار، تقول لها تعالى نعدي على بابا نجيب دادا معانا ونطلع بدادا على يعني ناخد دادا معانا من بابا ونروح فيه نروح بيه المشوار اللي احنا هنروح. حضرتك قلت المدام حلمت بيه وهو بيطير حمام. سبته الحلم. سبته؟ احكي لنا لما يعني. والله واحده ثانيه كانت على تيك توك النهارده بتقول لك حلمت برضا. قول لها قولي لماما وقولي لبابا، موجود الفيديو على تيك توك، قولي لهم انا في حته كويسه.
النهارده واحد يعني سواق كان بيحب جده كان بياخده من امبابا يوديه من بابا ويجيبه من امبابا. ما شاء الله تعالى قبل ما يدفن. الحمد لله. مين اللي عمل عمر ابو سلاش؟ في فنانين والله في ناس انا ما اعرفهاش وفي ناس يعني عدويه بن شعبان عبد الرحيم عمل له عمر الله وخضر عمل له عمر. في ناس زبايلي بره الوسط. في ناس انا ما اعرفهاش برضه تحوله في الصومال. الحاجات ديت يعني مش فاهمين يعني ايه ان هو مات لا ولا فاهمين حاجه في الانسان. مش فاهمين يعني سنتين ونص وثلاث سنين ونص ما بيروحش مدرسه بسبب انا ما رحتش في حته. رضا ابني اللي جايب لي السفريه ومحدش عايز يقول هو مين اللي مسفرني. اللي هيسفرني يا اسماعيل يا ليش اسماعيل ليش انا بحبك يا روح قلبي. ما اكلتش خالص خالص كنتاكي ها يعني خلاص مش بتاع الدرامز وانت طب الدرامز مبروض عارف الكلام ده وهيبقى دموع رافضه تسلم كان يبقى في نفسي اسمع صوتك وملمدن وهيبقى دموع رافضه تسلم كان يبقى في نفسي اسمع صوتك وملم كلامي هيتبدل وهيبقى دموع رافضة تسلم كان يبقى في نفسي اسمع صوتك وملم يوم ايوه يوم ده اللي هو بكرة انا هروحي بعد بكرة يعني خلاص يا ماشي بتاع الدرامز وانت طب الدرامز ابو رضا عارف الكلام ده ماليش يا عبد الرحمن مالك بس انا جاي معاك الشغل ماليش جاي جاي معانا فين الشغل هتيجي تغني ماشي يلا اكل الكلاب كنتاكي ها اكلم لا درامز يا ابو رضا ادبك كام ماشي اكل الكلاب كنتاكي ها انا اكلم ماشي دادا تنام ولا ايه بص يا ابن سلطان انا هقول لك كلمه اخدت الاغنيه بتاعتك لا 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 انا جيت ويا مرحب بيا انا بسهل الفل عليا ويا ربي ما تجمد فيا ولا رب ولا حد غريب العين السفرة اللي بتنجح الناس اللي تشوفني بره احلام السفر Oh, yeah.
اه يا اسماعيل يا ليسو، اسماعيل ليسو انا بحبك، عبد الرحمن جنبي اهو، وهعمل لك اغنيه انت جاي، بس انا هعمل لك اغنيه قول قول. عند اسم امبارح بقى له حوالي 6 شهور كده ما بيروحش مدرسه، بسبب ان هو يعني كان رضا كان كويس جدا جدا جدا، بس كان عنده فرق حركه، يعني كان على طول بيبقى بيجري كتير بيلعب كتير الكلام ده، يعني هو زي اي طفل يعني معروف ان على مش تعبان ولا في اي حاجه، ابني سليم 100%، كان بس بنعالجه من فرق الحركه ان هو بيتحرك كتير، كان بيتحرك كتير. اتعرض على دكاتره؟ وديناه الدكتور ووديته مستشفى قعد شويه، والمستشفى طبعا كانت غبيه جدا عليه، وكانوا بيعذبوه، خدته من المستشفى. لما عرفت ان هو مش بيتعالج، ان هو اصلا ملوش علاج اصلا، يعني انا سالت كذا دكتور قلت لهم طب انتوا خدتوه مني ليه، الطفل خدتوه ليه؟ قالوا لي لا هو ما فيهوش اصلا اي علاج عندنا، هو فرط حركه. هو فرط حركه؟ فرط حركه زيه زي حال اي طفل. بصوا يا جماعه، ما كلب ضاده ده، كلب بتاع رضا يا جماعه، ده هو اسمه ايه؟ كان بيعيط من شويه، يا بنتي عمال يلفلف ويبص علينا، كان بيعيط والله، هيخيط بقى غير رضا. رضا كان بياخد مصروف عشان ياكله يا ماما منه، عينيه كلها اتنين. هو اسمه ايه؟ شيماء. الله يمعرف سمورك وسمورك روك وشروك، ربنا يرحمه. انا اكل هروحي بعد بكره. حماش الشغل جاي معانا فين؟ في الشغل. هتيجي تغني؟ اه ماشي، يلا بينا يا دار، يلا بينا، مع السلامة. هو اتحسد علشان كنت بتنفسه؟ هو نصيبه. لا هو نصيبه، هو نصيبه الحمد لله، نصيبه من غير ما صوره وهصوره، هو ربنا كاتب له ومقدر ان هو هيموت في الوقت ده، سواء عندي عند ستو هيموت في الشارع الحمد لله، فهو كده كده ربنا الحمد لله. ده موتها جميله وعند ربنا وعريس الجنه والحمد لله، وربنا يصبرنا كلنا حبيبي. الله يخليكي محمد. ماما يلا يا عسل فين يا ماما؟ خلاص ده دور يا ماما. انت كنت مسافره السعوديه؟ والله هو اللي سفرني انا، ما هو اللي جاب لي السفريه، يعني هو ميت جاب لي السفريه، انا ما رحتش في حته، رضا ابني اللي جاب لي السفريه، ومحدش عايز يقول هو مين اللي مسفرني، اللي هيسفرني حد قايل لي انا رضا اسماعيل الليسي اللي مسفرك. رضا اسماعيل الليسي ازاي؟ رضا مات، قال لي انا اعتبريني رضا سفرك انت وبابا، ده لرضا يعني، وهو عايش وميت. لحد هنا النهارده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، ندعو لوالد الضاده ووالده وكل اللي بيحبوه ان ربنا يصبرهم.